طبعا العميد محمد مرجان من الجنود اللي ليها الحقيقه مجهود كبير قوي ودور كبير قوي في كل الانجازات اللي بتحصل الفتره الاخيره، وكمان للي احنا شفناه مع حضراتكم على الشاشه وهو احتفاليه الاهلي الاقصر، وكان بيتكلم اكيد على طموح جماهير النادي الاهلي اللي ما بتقفش، واللي هي فعلا زي ما بنقول دايما هي قدرنا، قدر النادي الاهلي انه دايما ما فيش سقف لطموح جماهيره ابدا ولا لكل من ينتمي للنادي الاهلي. ولما بيتسال على اللي جاي قال حاجات كتير جدا، انشاءات كتير، العشرة يا اهلي، دوري 43، السوبر الافريقي، السوبر المحلي، عندنا لسه انجازات كتير قوي يا استاذ جمال.